اشتهيت الموت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الموت. هذه يوم جيت قبل الشاعر بهير هادي الله يرحمه. اشتهيت الموت مثل واحد قبل بالمقبره القديمه الفتحه الرابعه بوابه مال الدخول مال مغتسل حيدر. تجون فيها اول فرع يجيكم هذا. خليها صور بيهم مع الشاعر. حد هاي اخر صوره سالفه. نزلون دار خبر. طلبوا الحكي بس كنت لا تخلي قبق لو باب على التابوت حتى اشتم هوا بغداد. خلينا اشتم هوا بغداد بشرك شقة اللي يركض وما ظنها قضية تفر وقتل غربتي بيدي وما ظنها قضية تفر يا جناس مربية على الكاظمة بطلبة حتى اشكيلة بي سوت الغربة وعلى القيلان مربية وعلى أبو حنيفة مربية وعلى الخلان مربية جسر للخضر. قبل شارع المغتسل حيدر يدخلون الفتحة الرابعة مكتوب مقبرة قديمة الفتحة الرابعة. يدخلون بالشارع يجيكم أول تقاطع. أول تقاطع على أيدك اليسار تدخل يعني بأي واحد يجي. مخلين الصور هم لحد آخر الصورة هي هاي. سارة على الشارع سارة ينبقى بقى. الله يرحمه ورحمة الواسع. ومن يرحون في ظش ما تفي ضيب على حلو الخلاب أو من عناس هلا من عوض سجانة ومساجين.